أهلا بكم وجولة جديدة في أخبار عدد من المحافظات المصرية، نستهلها من محافظة أسيوط، حيث تقدم عدد من أهالي مرضى الكبد والأورام المترددين للعلاج بمعهد جنوب مصر للأورام بشكاوى إلى الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة أسيوط بسبب تعطل جهاز الإشعاع الكيماوي الخاص بعلاجهم، مما تسبب في تعرض حياة عدد من الحالات للخطر. يذكر أن معهد جنوب مصر للأورام بأسيوط يخدم محافظات الوجه القبلي من المنيا وحتى أسوان. ولتسليط الضوء على معاناة المرضى في معهد جنوب مصر للأورام، معنا عبر الهاتف أحمد إسماعيل نجل، إحدى المريضات. أستاذ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. بداية أستاذ أحمد، هل لك أن تضعنا في تجربة والدتك مع المعهد؟ والله هي كانت بتتلقى علاج كيماوي 6 جلسات، كان في اخر جلسه من شهر تقريبا. بعد اخر جلسه المفروض ان هي بتاخد علاج اشعاعي، ورحنا للقصر العيني والمعهد الاورام وقال ان الجهاز عطلان، الكلام ده من شهر تقريبا. طيب وبعدين؟ بس فاضطريت طبعا يعني ان انا اجيبها القاهره، يعني لان طبعا معروف ان عدم الحصول على علاج اشعاعي بيعيد المرض مره اخرى. طب هل انتوا اشتكيتوا؟ اشتكينا، عملنا كل حاجه. هم قالوا ان احنا هنجيب ناس من القاهره مهندسين يقوموا بصيانه الاجهزه وكده. وهل فعلوا ذلك بالفعل؟ لغايه يوم الخميس اللي فات حضرتك اللي حصل ان احنا برضو في تواصل هناك في اسيوط وكده، تمام، فقالوا ان المفروض في مهندسين جم، بس لغايه دلوقتي مفيش اي حاجه. طيب. ما حصلش تصليح الجهاز او اي حاجه خالص. اشكرك شكرا جزيلا. معروف طبعا ان لازم الاشعه دي تتعمل، عشان لو ما اتعملتش المرض بيرجع تاني للمريض. نعم، وضحت لنا الصورة الأستاذ أحمد إسماعيل نجل، إحدى المريضات. أشكرك جزيل الشكر. وأنتقل الآن أيضا للوقوف أكثر على حقيقة الوضع، معنا عبر الهاتف الدكتور محمود مصطفى عميد المعهد. دكتور محمود، يعني رغم بداية، يعني أين هي المشكلة؟ السلام عليكم. يعني جزء في الحقيقة قالوا ان المريض يعني هو فعلا قليله، في شورت، في نقص كتير في اجهزه العلاج الاشعاعي. طيب. معروف على مستوى العالم انه دلوقتي بتحب ثلاثه اسلحه، الجراحه والعلاج الكيماوي والعلاج الاشعاعي. في الصعيد هنا بقى تقريبا في كل محافظتين او ثلاثه في جهاز. الاجهزه دي عفى عليها الزمن، يعني ليها 12 سنه بتشتغل ليل ونهار، السيرف اوفر عليها المعدل كبير جدا. يعني خطيبنا التعاون الدولي وخطيبنا كتير جدا يقول لك انتوا اخذتوا جهاز، احنا خدناه سنه 98. طب دكتور محمود، يعني الان هناك شكاوى متكرره من ان الجهاز بيتعطل. طيب هل قدمتم مطالبكم لوزاره الصحه مثلا؟ يعني وزاره الصحه احنا تبع وزاره التعليم العالي والتعاون الدولي بيجيب لنا، التعاون الدولي مشكور جاب لنا جهاز قبل كده، بس يقول لي انتوا اخذتوا جهاز، يعني احنا ما نقدرش. ايوه بس خدتوه من كام سنه؟ من 12 سنه. طبعا هو عمره الافتراضي، جهاز الماني طبعا. الشركه بتقول لك لدرجه انه بعد سنتين نفس الجنريشن ده مش هنلاقي له صيانه عندكم. يعني افهم من كلام حضرتك انه المشكله المتكرره بتعطل الاجهزه، لان هي طبعا زي ما حضرتك قلت دلوقتي قديمه ومستهلكه وعليها طلب كتير، ملهاش حل. اكتر نوفر معروف ده، انك انت وكمان بيشتغل عليها 100 حاله. يعني كلام ده كلام في الغرفه بتاعت العلاج الاشعاعي تبقى 50 حاله 40 حاله، احنا الضعف، بنشتغل من 8 الصبح لغايه 12 بالليل. طيب من يمكن ان يقدم المساعده؟ يعني اي الجهات مسؤوله وكيف لها ان تتعامل معكم؟ يعني ايه هي الطلبات وهي ما بتنفذهاش ليه؟ دي وحدة المعدل الخاص ديت، يعني الجهاز نفسه حوالي 12 مليون وفي محتوياته ثاني حوالي 8 مليون، لا يزيد مبلغ عن 12 عن 20 مليون، اعتقد يعني خدمة مرضى الصعيد 20 مليون مبلغ مش هو بالمعجزة حاليا دلوقتي في ظل كمان تضاؤل القوى الشرعية للأموال. احنا بنسمع دعم مش عارف ايه مليار ودعم مش عارف ايه مليار، دعم المريض والمريض ده فعلا 20 مليون هيحل مشكله كبيره لمده سنوات قادمه. نعم. يعني مين ده
اللي معاه الاموال. نعم. اللي معاه الاموال قد يكون اهل خير، قد يكون من تبرع من زكاة المال، قد يكون تعاون دولي، قد تكون الحكومه، يعني اي وضحت واحد. نعم وضحت لنا الصوره، اشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمود مصطفى عميد معهد جنوب مصر للاورام، كنت معنا عبر الهاتف. وإلى محافظة دمياط، حيث فشلت المبادرة التي قام بها مدير أمن المحافظة لاحتواء أزمة مصنع موبكو للأسمدة المتوقف منذ ما يقرب من 9 أشهر، على خلفية احتجاجات أهالي قرية السنانية المجاورة للمصنع الذي يعتبره الأهالي ملوثا للبيئة والإضرار ويقوم بالإضرار بصحة المواطنين. وقع الخلاف بين الطرفين عندما طلب ممثلي الأهالي قرارا مكتوبا بإلغاء توسعات المصنع نهائيا، وهو ما رفضه مسؤولي الشركة. وفي خبر آخر، أحبط حراس أمن بنك التنمية والائتمان الزراعي بكفر سعد محاولة لملثمين مجهولين لسرقة البنك، فيما بدأت النيابة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها وسرعة ضبط الجنى. وللمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف من دمياط الصحفي عماد الشاذلي. عماد، بداية، هل وصلت أزمة مصنع موبكو إلى طريق مسدود بهذه التفاصيل التي ذكرتها أنا منذ قليل؟ بحرة، كانت هناك مبادرة من اللواء طارق حماد مدير أمن دمياط لإنهاء مصنع موبكو للأسمدة المتوقف عن العمل منذ 9 شهور بسبب احتجاجات الأهالي واتهامهم المصنع بتلويث البيئة والإضرار بصحة المواطنين. كانت هناك العديد من الجلسات التي تمت في الصفحة، وتم التوصل إلى تشغيل مصنع موبكو وقف التوسعات طبقا لما ورد في اللجنة العلمية، وهو ما رفضه أهالي السنانية مطالبين بقرار من رئيس البترول ورئيس الشركه بازاله التوسعات نهائيا وليس ايقافها مؤقتا، وهو الامر الذي رفضه المهندس اسامه كمال رئيس الشركه للقروض امس خلال اللقاء الذي جمعه مع رجل من اهالي السنانيه بمكتب مدير الامن. المهندس اسامه كمال قال انه من المستحيل ازاله التوسعات، وانه لا يمكن اصدار قرار بذلك، وان ذلك يحمل الدوله تعويضات هائله، خاصه هناك حكم محكمه القضاء الاداري بالمنصوره بتشغيل مصنع واستكمال توسعاته. على الجانب الاخر، الاهالي السنانيه قالوا ان التوسعات تتعرض لمصدر خطر وتحول المنطقه الى مستعمره لصناعه البتروكيماويات، وهو ما يعرض الارواح للخطر في حيث اي خطر اثناء تشغيل المصنع. اما دعنا ننتقل الى محاوله سرقه البنك، بنك التنميه والائتمان الزراعي، ما هي ملابسات احباط هذا الهجوم؟ بأمن دمياط أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد فتحي رئيس المباحث البنائية لتحقيق حادث محاولة سرقة البنك التنمية والائتمان الزراعي بكفر سعد. حراس البنك كانوا قد فوجئوا مساء صباح أمس بشخصين ملثمين مجهولين قام بنهب الشبكة الخاصة بإحدى نوافذ البنك والدخول لفتح الخزينة وسرقة مبالغ من الأموال، إلا أن الحراس أطلقوا العيارة النارية باتجاههم ووقعت مضاربة من الجانبين، إلا أن الجناة تمكن من الفرار. مسؤول البنك أكدوا أن الخزينة كانت خالية في هذا الوقت من الأموال، وما زالت أجهزة الأمن تكثف جهودها للتوصل لهوية الجناة. الصحفي عماد أشادلي، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الهاتف. إلى محافظة بني سويف، حيث توجه طلاب المرحلة الثانية لامتحانات الثانوية العامة لأداء امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية. وكانت مديرية التربية والتعليم في بني سويف قد انتهت بالتنسيق مع المحافظة من كافة الاستعدادات لعقد الامتحانات. وللمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف من بني سويف الصحفي محمد خلف. محمد، كيف كان سير الامتحانات اليوم؟ نعم، توجه اليوم 19,260 طالبا مثلثة وثلاثين لجنة على مستوى المراكز والمدن. قام المستشار ماهر ببرس محافظ بني سويف ترافقه سامي امين وكيل وزاره التربيه والتعليم بتفقد بعض الجنة امتحانات الثانويه العامه الثانيه التي بدات اليوم، غدا تبدا امتحانات طلبه المرحله الاولى. المحافظ لاحظ ان اللجان فيها انضباط وفيها نظافه، شدد ايضا على ضروره الانضباط والالتزام داخل اللجان. وان كانت هناك شكوى من صعوبه اللغه العربيه، قام طالب باحدى المدارس مراد محمود جابر بلجنة مدرسة عبد المنعم رياض الثانوية بمركز بيبا قام بتنزيل خاصة بمادة اللغة العربية. هذا الطالب علل ما فعله بأن المادة تحتوي على أسئلة صعبة تتعدى مستوى الطالب المتوسط، خاصة كتابة النصوص والنحو والأدب. قام رئيس اللجنة، رئيس لجنة مدرسة عبد المنعم رياض، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطالب وحرر له محضا وأثبت الحالة، وتم إسراف المحضر بورقة الإجابة، وتم إخبار لجنة النظام والمراقبة بالواقعة تمهيدا لتوقيع الجزاء المناسب عليه.
تفاوتت اراء الطلاب حول الامتحان بشكل كبير. البعض اشار ان الوقت كان كافيا وان الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، بينما اشار البعض الاخر ان الامتحان جاء صعبا وان لم ياتي في مستوى الطالب المتوسط وان مده الامتحان قصيرة جدا على الإجابة. لكن بشكل عام صارت الامتحانات بشكل جيد في المحافظة ولم تكن هناك أي شكاوى باستثناء هذه الشكوى. نعم، الصحفي محمد خلف أشكرك جزيل الشكر. إلى الإسماعيلية، حيث بدأ أكثر من 5900 طالب وطالبة من طلاب المرحلة الثانية أولى امتحانات الثانوية العامة، وقد تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة تضم ممثلين من الشرطة والقوات المسلحة والتربية والتعليم. وفي خبر آخر، قام عدد من المحتجين مساء أمس بإشعال النيران في إطارات السيارات بميدان الممر أثناء المظاهرات المطالبة بمحاكمة ثورية لقتلة المتظاهرين، كما قام بعض المحتجين برشق مركز شرطة الثاني الإسماعيلية بالحجارة أثناء مرورها من أمامهم. وللمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الصحفي يسري محمد. يسري، كيف تسير الامتحانات لديك؟ نعم، امتحانات الثانوية العامة اليوم بالإسماعيلية جاءت بالفعل بها شكوى من مادة النحو وأيضا من مادة البلاغة. عدد كبير جدا من الطلاب أكد بأن السؤال رقم واحد في الفقرة رقم اثنين في النحو جاء صعبا وغير مفهوما. أيضا اشتكى عدد كبير من الطلاب من الفقرة رقم اثنين في السؤال ألف، وهو الذي تتضمن سؤال ما معنى كلمة الإفلات. أيضا كانت هناك شكوى متعددة ومتكررة من السؤال رقم ألف في الفقرتين واحد واثنين في البلاغة. أما بقية الأسئلة فهي جاءت حسب في مستوى الجميع ولم تكن منها أي شكوى. عدد كبير جدا من أولياء الأمور الذين كانوا ينتظرون خارج الامتحان طلبوا بضرورة أن يعيد وزير التربية والتعليم النظر في هذه الأسئلة، خاصة فيما يتعلق نحو البلاغة، وأن يكون اهتمام أكثر بشكاوى الطلاب نظرا لصعوبة الامتحان الذي جاء غير متوقع. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الصحفي يسري محمد. إلى شمال سيناء، حيث توجه صباح اليوم نحو 1900 طالب وطالبة من طلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة إلى لجان الامتحان في اليوم الأول لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة العربية والدين أمام 10 لجان. وللمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الصحفي ماهر إسماعيل. ماهر، إذا استمعت معي إلى المداخلة السابقة من الصحفي يسري محمد، كان هناك شكاوى لديه من صعوبة الامتحان، هل نفس الأمر عندك أيضا؟ نعم زميلة ضحى، هناك شكوى متكررة من صعوبة أسئلة الامتحان، وأضيف على ما قاله الزميل يسري محمد يوجد غموض في السؤال الخامس رقم به في مادة وهذا السؤال قال الطلاب أنه جاء غامضا جاء غامضا وسارق كان وقتا طويلا يعني جاب عليه، وكذلك السؤال الثاني. ما هو السؤال؟ سؤال مرة أخرى لأن أنا ما سمعتش. وهناك سؤال جاء من دال في النحو وفي الأدب، وهو السؤال الخاص بشعراء مدرسة بوكو وكيفية تفهم اللغة. الطلاب قالوا أن الامتحان كان سهلا ممتنعا وصعبا في كثير من الأسئلة، وسارق وقتا طويلا، ولم تتلقى غرفة العمليات في مدرسة التربية والتعليم شكاوى من الطلاب، ولكن أولياء الأمور الذين كانوا خارج المدارس يعني جميعهم تضرروا من شكوى أبنائهم من صعوبة بعض الأسئلة في الامتحانات، وطلبوا إعادة النظر في أثناء التصحيح في الأسئلة الغامضة التي اشتملها الامتحان. ومن يعني قام محافظ شمال سيناء اللواء السيد أبو هاب مبروك بتفقد لجان مدرسة العبد الثانوية اليوم. واطمأننا إلى يعني أداء الطلاب للامتحانات في حالة من الهدوء والاستقرار، وتقديم كافة وسائل الراحة لهم من الإضاءة والمثلجات ليؤدوا الامتحان سيرفيس. عقب الامتحان قامت قوات من الشرطة بتجميع أوراق الأسئلة إلى مركز تجميع. الصحفي لمركز تجميع الإجابات والحفظ تمهيدا لإرسالها للمركز الرئيسي تباعا. الصحفي ماهر إسماعيل أشكرك جزيل الشكر. ننتقل مشاهدينا إلى محافظة الغربية، حيث أجلت محكمة جنايات طنطا إلى الثلاثاء المقبل نظر قضية قتل المتظاهرين بالمحافظة والمتهم فيها 7 من قيادات وضباط الشرطة، وذلك لسماع شهادة ضابطي شرطة من شهود النفي، إلى جانب اطلاع محامو المدعين بالحق المدني على المستندات والأحراز التي تم إضافتها للقضية
أثناء التحقيقات. وفي خبر آخر، كلف المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية رئيس شركة مياه الشرب المحافظة بسرعة البدء في تركيب شبكة مياه جديدة بمدينة المحلة الكبرى بدلا من الشبكة القديمة المتهالكة والتي تسببت في غرق الشوارع الرئيسية والمحلات والمنازل بالمدينة أمس الأول بعد انفجار الماسورة الرئيسية لانتهاء عمرها الافتراضي. وللمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الصحفي محمد عوف. محمد، كيف سارت جلسة محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين؟ يعني اليوم بدأت جلسة محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين في الغربية وعددهم سبع قيادات وضباط الشرطة في المحافظة. بدأت في 10:30 من صباح اليوم وأصدر إجراءات أمنية مشددة من القوات المسلحة والشرطة لتأمين قاعة المحكمة بالداخل والخارج. تم فرض قانون أمني موسع حول مجمع المحاكم أيضا منذ صباح الباكر وحصلت على العربات المسطحه وثلاثه الامن المركزي بالمحكمه لمنع حدوث اي مصادمات او مشاحنات في نطاقها. لكن بشكل عام الجو كان هادئ خارج المحكمه. كانت هناك وقفه تدريجيه بالتزامن مع هذه المحاكمه لاعضاء الحركات الائتلافيه والثوريه بالتزامن مع اسر الشهداء والمطالبه بمحاكمه المتهمين محاكمه ثوريه. الجلسه بدات باثبات حضور المتهمين وطلب عفوا احد المحامين بادخال مأمور قسم ثاني طنطا ورئيس المباحث ضمن المتهمين ومعاقبتهما بالماده 124 عقوبات ودفع ايضا دفاع طلب دفاع المتهمين بالاطلاع على دفتر مسير النجده والبنود الداخليه بالدفتر. وبعد اثبات الاطلاع على هذه البنود وقعت عليهم المحكمه في دفتر النجده وقررت تاجيل المحاكمه الى جلسه 12 يونيو الحالي لسماع شاهدي نفي من الضباط وايضا الاطلاع محامو المدعين بالحق المدني على المستندات التي تم دمار التحقيقات خلال الفتره الماضيه. نعم، بشان ازمه شبكه المياه، ما هي انعكاسات قرار المحافظ على المواطنين بالمحله محمد؟ يعني هذه المشكله كانت بدات امس الاول عندما يعني انقطعت المياه بشكل كامل في مدينه المحله الكبرى على اثر انفجار ماسوره مياه كبيره ورئيسيه في مدينه المحله الكبرى. هذه الواقعة كشفت عن ان تهالك شبكة مياه الشرب في المدينة، وبالتالي عندما توجه المحافظ الى هذه المدينة المعينة امر الفور يعني بانشاء شبكة مياه جديدة للمحلة نتيجة لان هذه الشبكة متهالكة وتبين انها مقامة منذ عام 40 ولم يتم لا عمل صيانة لها منذ هذا التاريخ. وهناك يعني تم تخصيص 4 مليارات جنيه تم تصريعها على البنيه التحتيه هذا ما اكده المحافظ خلال اجتماعه بالقيادات التنفيذيه في المدينه ان هناك 4 مليار جنيه تم تصريعها على البنيه التحتيه من شبكات ومياه تصريح على مستوى المحافظه ولكن لم تصل الخدمه حتى الان بسبب مبالغ يعني المبالغ الضئيله التي بها والانتهاء من هذه المحطات والمشروعات. يعني ايضا المحافظ طلب المسؤولين بشركه مياه الشرب والصرف الصحي بالانتهاء من تغيير هذه الشبكه في اسرع وقت حتى تدخل في حيز التنفيذ ويتم العمل بها لانه حتى الان المدينه تعاني من يعني ضعف المياه بسبب هذه الواقعه وحتى الان جاري اصلاح العطل بحيث تعود المياه ايضا الى مره اخرى لحين يعني تركيب الشبكه الجديده. نعم، الصحفي محمد عوف اشكرك جزيل الشكر. إلى محافظة البحر الأحمر، حيث قررت النيابة العامة بالبحر الأحمر اليوم حبس 4 متهمين قاموا باختطاف مهندس منذ 10 أيام، وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في ضبط المتهمين في نجع حمادي بمحافظة قنا. وفي خبر آخر، أدى اليوم طلاب وطالبات المرحلة الثانية في الثانويات العامة في المحافظة امتحان مادة اللغة العربية وسط إجراءات أمنية مشددة. وللمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الصحفي كمال رشاد. كمال، بداية، ما هي ملابسات عملية تحرير المهندس المختطف منذ 10 أيام؟ بالفعل ضحى، كانت حديث في البحر الأحمر منذ 10 أيام. المستشار محمد علي مدير نيابة الغردقة حصل 4 متهمين على ذمة التحقيقات لاتهامهم باختطاف مهندسا لوجود خلافات مالية سابقة مع والده وأمرت بسرعة وضبط المتهم خامس. تعود القضية إلى 10 أيام حيث تتطلب فيه الأمن بلاغ موارد أحد المهندسين أخبره فيه بقيام بعض المتهمين باختطاف نجل وعلم بذلك عندما اتصل أحد الخاطفين وطلبه باحضار مبلغ مالي. تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد جرير مصطفى مدير المباحث والعميد وحيد رضوان وكيل المباحث، وقام المقدم عمرو إبراهيم رئيس مباحث قسم ثاني وضباط المباحث بعمل التحريات. أسفر الضحى عن تحديد المتهمين والشقة التي يحتجزون
المهندس المقطوف وتم مداهمتها وتم إلقاء القبض على الأربعة وتحرير المهندس. التحريات أشارت أيضا إلى أن المتهمين كانوا يتلقون في ثلاث طاق بالمهندس عن طريق سيارة أجرة إلى أن تم إلقاء القبض عليهم عن في إحدى الوحدات السكنية على أطراف مدينة الغردقة بالأسلحة البيضاء وتم تحرير محضر وبعرضهم على النيابة. أصدرت حكمها بالحبس 4 أيام على ذمة التعقيبات. نحن الآن نعرض صور للمتهمين كمال، يعني هل أسفرت المؤشرات الأولية على أنه على عمليات أخرى قاموا بها قبل هذه العملية؟ هذه هي أول قضية يتم ضبطهم والإشراك في اختطاف مهندس، ولم يسبق لهم من خلال سجلهم في تنفيذ الأحكام عن وجود أي سوابق لهم، وكان هذا الخطف دوحة بسبب خلافات مالية سابقة من زعامين مضت، وانتظر أحد الخاطفين وهو زعيم المجموعة واستدرج المهندس وقام بخطفه واحتجازه وساوى موالده بالحصول على مبلغ مالي، وقام والده كما ذكرنا بإبلاغ مدير الأمن ومدير المباحث، فتم حتى عمل التحريات ونجحوا في إلقاء تحريره وإلقاء القبض على المتهمين. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي كمال رشاد. إلى محافظة المنوفية، حيث بدأت صباح اليوم امتحانات المرحلة الثانية للثانوية العامة وسط تنسيق كامل بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن والقوات المسلحة لتأمين عمليات نقل وتوزيع الأسئلة وكذلك توفير الحماية اللازمة لكافة اللجان على مستوى المحافظة. وللمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الصحفي محمود الحصري. محمود، كيف كان سير الامتحانات اليوم؟ نعم، سير الامتحانات في محافظة المنوفية جرى بشكل طبيعي جدا، حيث كانت هناك حراسة مشددة من الشرطة والجيش لإيصال أوراق الأسئلة إلى مقر الامتحانات. هناك 67 لجنة على مستوى المحافظة، هناك أيضا نحو 16700 طالب يؤدون امتحان اللغة العربية للمرحلة الثانية. مديرية التربية والتعليم أكدت أنه تم تجهيز صيدلية إسعاف أولية وطبيب لكل مدرسة وزائرة صحية لمتابعة سائر الامتحانات بالمحافظة. هناك أيضا كان هناك شكاوي من صعوبة امتحان أو صعوبة الجزء الخاص بالنحو في امتحان اللغة العربية، أثر لعدد من الطلاب أنه لم يكن واضح واحتمل أكثر من إجابة. الامتحان في مجمله حسب تأكيدات الطلاب جاء في مستوى الطالب المتوسط، وجاء أيضا في بعض الفقرات القليلة التي تميز الطالب المتفوق عن الطالب المتوسط، خاصة الفقرتين ألف وباء من سؤال البلاغة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الصحفي محمود الحصري. إلى محافظة السويس، حيث أضرب العاملون بمشروع أسواق السويس عن العمل المطالبة بتحسين أوضاعهم المالية ورفع رواتبهم الشهرية. وفي خبر آخر، شن الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس هجوما حادا على 8 من أسر الشهداء الذين سافروا للتكريم في إيران، مطالبا دكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بحرمانهم من أي تعويضات خصصتها الحكومة لهم. وللمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الصحفي كريم عبد المعين. كريم، نبدأ من إضراب العاملين بمشروع أسواق السويس، هل ما زال الإضراب مستمر؟ نعم، ما زال الإضراب مستمر. العمال والعاملين في المشروع التابع لمحافظة السويس يطالبون بضرورة رفع رواتبهم أو أجورهم المالية. يقولون أنهم يحصلون على مرتبات متدنية جدا بزيادة في الراتب الأساسي قدره 200 جنيه فقط، بالإضافة أيضا إلى صرف 12 شهر من الأرباح من الراتب الأساسي كأرباح سنوية و6 جنيهات بدل وردية لكل يوم يعملون فيه. بالإضافة يطالبون أنهم لا يحصلون على 250 جنيه كل 6 أشهر بدل زي لا يوازي 500 جنيه في العام كما يحصل عليه العاملين في المشروعات التابعة للمحافظة، كما يطالب بصرف بدل مخاطر بنسبة 75% وتخصيص مبلغ من صافي الربح إلى النقابة التي يتبعونها للعلاج الأسري. نعم،
سريعا بشأن بعض أسر الشهداء الذين سافروا إلى إيران، كيف كان رد فعل المواطنين في السويس؟ نعم، بداية كان جميع أسر الشهداء قد تلقوا دعوة من السفارة الإيرانية للسفر إلى إيران وتكريمهم من قبل الرئيس الإيراني نجاد، أن عدد من الأسر رفضوا السفر ولكن أصر 8 من الأسر على السفر، وأثار غضب الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية وعدد أسر الشهداء كذلك من المواطنين. الشيخ حافظ سلامة شن هجوما حادا على 8 أسر الذين سافروا، قال أن النظام الإيراني يدعم بشكل كبير الرئيس بشار الأسد ضد شعبه في سوريا، كما أن النظام الإيراني يحاول تنفيذ المد الشيعي في مصر. قال ليس من المعقول أن يسافرون ويحصلون على الهدايا والأموال في ظل حالة الغضب التي تجتاح المحافظات للمطالبة بالحصول على حقوق الشهداء في الثورة المصرية. رفض بشكل قاطع هذا التكريم وطالب من الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء سحب الحكومة لهؤلاء الأسر. نعم، الصحفي كريم عبد المعين أشكرك جزيل الشكر. إذا مشاهدينا كانت هذه جولة أخبار المحافظات اليوم، وأشكركم أنتم أيضا على متابعتها. ألقاكم بعد قليل، إلى اللقاء.